شوي كلمني شوي. أول مرة أشوفك متضايق. الحين يا سياف، الحين عرفت تقول يبا الحين؟ إي يبا الحين عرفت أقولها. ليش يبا؟ أنت في يوم لميتني، في يوم حضتني، في يوم سألتني أنت ليش زعلان، يبا أنت اللي ما تدري عني. عبالي طلعت ريان بس حسافة عليك، طلعت على أمك يا ترباية أمك. أنا شنو ذنبي؟ أنا قلتك لا ترتب أمورك، أنا قلتك لا تكمل تعليمك، أنا قلتك دامت وقد المسؤولية لا تيب ياهل واثنين وثلاثة تربي وانت سببت ربي. هيا الكلب، هيا الحقيق، انت هاي تحاسب الإني ها؟ أطلع برا. ما يضايا أقولك أطلع برا. ما يضايا أنا أطلع، خليك عند أمك. ما عليك سياف ترفع صوتك الكلب، أعلمك أنا كلكم أعلمكم صبروا علي بس. ما عليك ما عليك. كيف وين رايح؟ ايش صاير؟ ليش هالصراخ؟ ايش فيني؟ انا رجل بعيش بروحي، انا كرهت العيشه معاكم وكرهتكم. بعدين انت وصلتيني هالمواصيلين، انت سبب خليتي صيرتي على كل لسان برا. حق اللي يسوى ما يسوى، حسبي الله عليك بالبنت. شلون انا وصلتك هالمواصيل وانا اشرف منك حتى؟ شلون؟ اي بكره ما صح تني عاد اشرف وتخاف علينا كلنا بعد. انتوا ايش فيكم؟ تتكلمون عن الشرف والعدفة؟ يا ريت جايبت لي ذيك المصيبة ولا هذا اللي فيك؟ واخروا عني يلا، واخروا عني هناك. يعني ابوكم لا ابو امكم حتى. والعيشة هذه الزفت. وين؟ انت بعد الثالث ترى مو ناقصة جاني. وحزين. ايش دعوة؟ ايش فيكم؟ ابوي ليش معصب لهالدرجة؟ قلنا عن ابو ذاك اليوم اللي اعيش معاكم. اخ كملت كملت. وين توالي سيارتي؟ من فيكم شايل توالي سيارتي؟ قولوا لي. أقول رجع داخل. لا مو بس توالي سيارتك تنشال، انت بكبرك أشيلك. لا أسلط عالم الجن كلهم عليك. أقول ممكن سكتين أمك هذه تفكنا من شرها؟ لا والله أرفعها الحين فوق وأحذفها بصندوق السيارة ورا مثل الخروف وأربطها بعد. يبار اسمع كلام أمي ودش البيت، لأن حتى لو أنت تحاول تهدنا إحنا ما راح نهدك. هذا القدر. شنو انت قاعد تهدديني انت ثانيه بعد؟ لا ما هدد، بس اسمع كلام امي ودش البيت. ماني داش البيت، قعدوا وخيسوا فيه وان شاء الله احترق فيكم البيت. فانتوا عائله زباله.